جدا باستضافه معنا في الاستوديو مناصر الراويه طبيبه اسنان. صباحك سعيد، اهلا وسهلا بك. شكرا شكرا على الاستضافه المره الثانيه. ان شاء الله اليوم راح نقدموا العاده السيئه رقم 2 اللي هي من العادات الشائعه ايضا عند الاطفال وايضا عند الكبار. عند الكبار نعم. الا وهي صرير الاسنان. صرير الاسنان ولا كما نسميوه البروكسيزم. صرير الاسنان هذا هو عباره عن، يعني اول حاجه نبداو بها هي تعريفه، هو عباره عن احتكاك الاسنان او اطباق الاسنان، يعني بطريقه شديده او قويه. هذا الشيء يجي يندم على تحرك الفك العلوي بالنسبه للفك السفلي بالنسبه للفك العلوي. كاننا يعني نعضوا الاسنان تاعنا. نعم، الانسان يعني سواء طفل صغير او الانسان الكبير يقوم بتحريك الاسنان بطريقه انهم يحكهم ولا يعض عليهم بشده. هذا الشيء ناجم بسبب سبب هو شد العضلات تاع المضغ بطريقه لا اراديه ولا شعوريه. يعني هذا التصرف لا ارادي؟ لا ارادي. نعم. كيف يوصلها بالعاني؟ مش بالعاني، هي طاقة تجي من زعما في النهار تكون بتركيز، يكون زعما الإنسان كبيرة يكون مركز في حاجة وكامل يبقى يعض على أسنانه بطريقة قوية. يعني هنا الأسباب الأولى اللي تعود أنه هي لا 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 يعني إرادية، ربما بدون شعور. يعني أمام يعني ورقة الامتحان كيكون مركز يقدر يقوم بهذا التصرف. نعم، قلقال دوك نلحقوا للاسباب. يعني هي تعريفها هي عاده سيئه مكتسبه غير اراديه، يعني لا اراديه بدون شعور، يعني الطفل يقدر يديرها بدون شعور. نعم، حتى البالغين يعني يقوموا بها. صح، نسبه هذه المرض هذا ولا العاده السيئه كما توشينا النساء كما الرجال نفس النسبه، ولكن الأطفال بنسبة أكثر من الكبار. من الكبار، نعم. تعود الأسباب الأولى لأنه الطفل الصغير في سن 6 أشهر تبدأ مع ظهور الأسنان الأولى، يعني القواطع. يعني تبدأ صغير صغير. أسيمو، أبغتيغ دو سيمو. لكن ما الذي يفسر أنه بعض الأطفال يقوموا بهذا التصرف وأطفال واحد آخرين ما عندهمش؟ صح، هي كاين أسباب عديدة. نعم. الأولى قلنا التسنين عند الأطفال، هو التسنين سواء في عمر 6 أشهر أو في 6 سنوات عند تغيير الأسنان اللبنية إلى الأسنان الدائمة. هنا أيضا الطفل يقوم بهذا الاحتكاك، وخاصة يندار أثناء النوم. الاحتكاك أثناء النوم شكون اللي يفيق له؟ ما يفيقلوش الإنسان اللي راهو يدير فيه، لا الطفل ولا الكبير، يفيق له الإنسان اللي راهو معاه في الغرفة، اللي نايم معك في الشخص اللي معك في الغرفة. صحيح، كاين بزاف كيكونوا راقدين يقوموا بهذا الحاجة. نعم. صافي نسمعوا إصدار صوت مزعج. نعم نعم. يسمعوا الشخص اللي راهو معك في الغرفة. هو ثم ننتبهوا انه كاين شيء غريب راهو يحدث للطفل. نعم. ولا للشخص اللي راهو معك. نعم، شنو هو السبب يعني؟ هنا سبب قلنا يعني أحيانا يكون الضغط ولا التركيز. يكون صحة. مركز اذا يقوم بهذا التصرف. صح، عند الاطفال السبب الاول هو التسنين. كي نحيو نيليمينيو السبب الاول تاع التسنين، قادر يكون عنده مشكل في الفم، مثلا تسوس الاسنان، الام، يعني الطفل يبدا يزير يعض عنده. اذا هنا لازم نشوفوا طبيب اسنان، هو اللي راح يشخص الحاله الى صاب كاين تسوس ولا كاين زعما حشو طالع على العادي ولا ينقص له. يعني هنا هذو دائما اسباب فمويه. وكاين هنا رانا نحضروا الصغار وايضا الكبار كي تعود كاين تسوس ولا وكاين اسباب خارج الفم اللي هي اسباب تاع الجسم كامل. مثلا وجود ديدان في بطن الطفل يقدر هذا. نعم. ينبهنا لوجود ديدان. نعم. لي باغازيت يخليو الطفل مقلق ويبدا يفرغ هذيك الشحنه في احتكاك الاسنان والله. نعم، والله يشد عليهم بطريقه يعني. نعم. قويه. يعني انا شخصيا اطفال تاعي اللي شفت بالي ما عندهم والو في اسنانهم، ما عندهم تسوس، ما عندهم عدم انسجام الاسنان، يعني متطابقين عادي، صبت عندهم ديدان. يعني هنا الاباء لازم ينتبهوا للطفل الصغير كي يشوفوه بلي راهو يخبط سنانه في الليل، لازم يعرفوا السبب، وقادر يكون ضغط جينيرال يعني في الجسم كامل. في الجسم كامل. نعم. نعم. هذه السبه اللي تكون على تما خارج. كاين اسباب اخرى عندها علاقه بامراض التوتر والقلق. يعني اسباب نفسيه. ضغوطات نفسيه. هنا كي نحيو كاع هذو الاسباب الطفل راهو عنده مشكل نفسي، سواء في المحيط تاعو، في المدرسه،
لا كخيش عند لا نوريس سا ديبون وين راهو يعني الغزال هو اللي يدير الغزال دونك الطفل الصغير ثاني يتقلق ثاني عنده مشاعر صحيح والاباء عنده حياه اجتماعيه يتشجعنا يعني ضغوطات مختلفه كاين كيما الان انتشر بزاف في المجتمع التنمر نعم اللي هو من الاسباب اللي يخليو الطفل مقلق ويدير حوايج كيما هادو في الليل ولا في النهار والاخطار تاعو بالنسبه للطفل هي راح تكون ماشي قبل 6 سنوات لانه تقدر تروح تدريجيا انا قلت لك مع التسنين ومع من بعد تروح له لكن بعد 6 سنوات اللي شفنا انه ما عنده حتى مشكل صحي وكامل هنا الى داوم عليها عند البلوغ قادر يروح بها حتى عند البلوغ هنا ما لازم تدخل سريع لطبيب الاسنان وطبيب النفسي طبعا نعم. وايجاد حل لانه هذا الاحتكاك عنده للاسف الاثار تاعو النتائج تاعو من بينها اثار الجانبيه اللي باغ اكزومبل الطفل الصغير ينوض عنده صداع الم في الظهر الم في الرقبه الم في الوجه في عضلات الوجه هو ما يقدرش يفهم الم حتى في الاذن ارهاق ينوض عيان فشلان عنده تروسميوس عنده الفتحه تاع الفم تاعو صغيره ما يقدرش يفتحها غابيد محتن شويه مع النهار باش يبدا يفتح فمو عادي للاسف يلا نتائج اخرى نتعرفوا عليها بعد هذه المكالمه الهاتفيه رجاء راويه صباح الخير صباح الانوار مرحبا بك وكبيك مرحبا كيف الاحوال تعيشي بالف خير انتم واش حوالكم من وين راكي تعيطي لنا متصله من عين دفله الاخت كاش برد والله نعمه ما شاء الله الحمد لله يا ربي الحمد لله يلا سؤالك في الموضوع انا نسمعه فيك ربي يحفظكم على هذا المواضيع ربي دوما هكا ديما نسيبكم انتم الحل لكل المشاكل اللي عندنا تعيشي طول في عمرك شهاده نعتز بها واحنا في الخدمه الدكتوره ربي يحفظك انا عندي وليدي عنده 9 سنوات وهو عنده هذا المشكل بصح ماشي في الوقت اللي يكون في النهار هو يكون راقد عادي نصيبه على اساس انه كما نقولوا احنا هذه الجهاز تاع الاسنان هذه انا ديفوا نحسه راه ياكل عادي صح نعم. نسألك هل زرتي طبيب أسنان من قبل ولا لا ديتيه للطبيب ولا لا ما هي هذا المشكل كان عند الأب تاعه كيما نقولوا حنايا ما ديتلوش أهمية يعني كذبش عليك ما ديتلوش أهمية لا كي شفتك تهضري عليه فوالا عيط باش نستفسر نعم قولي لي تعيشي قعدي معنا حبيت نسقسيك قالت لك الطبيبه انه عاده ما تكون نتائج انه عنده صداع الم في الرقبه في الفك تاعو اسنانه يوجعه ودنه عنده هاد الاعراض الطفل تاعك شكالك منهم يوجعه راسه ما عندوش هذا المشكل معليش الحمد لله لحد ساعة الحمد لله قعدي معنا تسمعي الاضرار نعم يعطيك صحه على هذا التفاعل اذا يقدر يكون الامر وراثي يقدر يكون وراثي ويقدر يعني اكثر شيء كما الطفل 9 سنوات انا نظن انه عنده مشكل سواء في الاسنان تقدر تكون غير منسجمه يعني اسنان تاعو ماهيش تنطبق مليح مع الفك العلوي مع الفك السفلي وقادر يكون عنده تسوس ولا الام يعني حاجه راهي في الفم تاعو يعني تجيني فيه تجيني فيه لازم تروح طبيب اسنان زياره طبيب الاسنان هو اللي راح يشخص الحاله يصيب واش عنده مشكل ينحيه له ثم تشوف الى حبس اللهم بارك انا معناتها رجلينا المشكل الا ما حبش هنا لازم تشوف له لونفيرونمون اللي راه فيه المحيط تاعو ديدان باسكو 9 سنوات ايضا مازال عندهم يعني معرض نعم باسكو ياكلوا حلويات بزاف تبدا تنقص له الحلويات وانا انصح في هذا الوقت دير ديتيزان في الليل مهدئه البابون النعناع تساعدوا على الاسترخاء نعم توجدوا قبل لا يروح يرقد توجد له هذاك لونفيرونمون الهادئ للنوم باش يروح يرقد اليز نعم تنقص هذو الحوايج وتشوف يعني لازم نحيو حاجه بحاجه سبب حاجة. بسبب نعم. حتى نعرفوا كامل نعم. اين هو الخلل نعم لانه 9 سنوات تقدر تتاصل هذه العاده فيه نعم للاسف انا قلت لك حاجه اللي مش مليحه انه في البلوغ الا كمل فيها نعم. راح تاثر عليه على الاسنان تاعو على الاسنان نعم الاثار نتعرفوا عليها في الصور اللي اخترناها اليوم اذا هذا الصوره يمكن تعلقنا عليها ديكالاج يعني في يقدر يكون من نتائج نعم هاني قلت لك عدم انطباق الاسنان على بعضهم يقدر يدير لنا احتكاك هلا الانسان يحاول
يلقى لا بوزيسيون دو روبو تاعو، يعني لا بوزيسيون اللي يريح فيها الفكين وتريح فيها لارتيكولاسيون اللي هي المفصل الصدغي اللي راهو لهنا عندنا بتيت ارتيكولاسيون كيما تاع لي جونو كيما كاينه هنايا، هذيك ايضا تتاثر. معناتها الانسان باش يحوس على لا بوزيسيون تاع الراحه يبقى يدير هذاك الاحتكاك ولا العض الشديد باش يوصل للوضعيه تاع الراحه تاعو. يعني هنا رانا نحيو سبب سبب، يعني سبب الاول كيعود فموي لازم نرجليو الاسباب الفمويه، الى عاد ضغوطات نفسيه لازم نشوفوا من اين جات، ايضا الى كانت خارجيه في المحيط تاعو لازم ثاني نحوها، ولا عاد ديدان لازم نداويو الديدان، يعني كل حاجه كل سبب عنده العلاج تاعو. نعم، اذا من بين الاثار للاسف التشققات، مع العلم انه الفك تاعنا عنده قوه رهيبه، يعني ما لازمش نستهزاو بها، يعني لانه عضلات راهي مش عضله واحده. نعم. راهي عده عضلات. هنا اللي كيفاش يعرف كيفاش نعرفوا بلي عندك صرير الاسنان، قلنا سواء في الغرفه اثناء النوم ولا عند زياره طبيب الاسنان هكذا بسبه اي سبه، طبيب الاسنان راح ينتبه وجود هكذا تشققات في الاسنان غير مرئيه، يعني غير بالعين مرئيه لازم يشوفهم طبيب. هنا يسقسيه ولا يروح باغ اكزومبل المريض يروح يقول له عندي حساسيه كبيره كي نشرب الماء البارد كي ناكل الحمضيات كي، يا طبيب عندي حساسيه عندي سونسيبيليتي. هنا الطبيب كي يشوف ينتبه انه كاين تشققات عديده في سورتو في الـ في الـ في الاسنان الاماميه، لانه اول حاجه يبدا بها هذا الاحتكاك يبدا بالاسنان الاماميه القواطع والانياب، ومن بعد تكون حركه جانبيه يمين يسار ومن بعد تولي اماميه خلفيه، هنا يدخلوا فيها الاضرس تتطور. نعم. حتى الاسنان يقدروا ينقصوا في الحجم تاعهم كما رانا نشوفوا في الصوره، تاكل طبقات المينا ومن بعد طبقه لادونتين، يعني تبدا تنقص. هنا رانا نهضروا على شخص طول في هذه الحاجه، يعني ما تجيش غابيدمون عليها كيف يقولها، لازم نستوبيوها باي طريقه، يعني نحوسوا على الاسباب الحقيقيه اللي وصلت لنا الطفل ولا الانسان لهذه الدرجه. لاحظوا هنا تاكل طبقات المينا حتى لحقنا نشوفوا صفوريه تاع لادونتين بانت لنا، يعني الطبقه الثانيه اللي بعد هذا، يعني الالم راح تكون رهيبه في هذه الحاله، حساسيه شديده، وهنا حتى الباغودونت يعني اللثه والعظم يتاثروا، نصيبوا عنده مشاكل كبيره في اللثه تاعو. نعم نعم. اذا الامهات الاولياء لما يتابعوا فينا يراقبوا الاطفال تاعهم، الموضوع مهم جدا. نعم نزيدوا نشوفوا صوره اخرى في عجاله نظرا لضيق الوقت للاسف. نعم يعني هذا راهو صغيور راهو مع التسنين راهو يحاول يضغط على اسنانه باش يخفف هذيك الضغوطات. هنايا كي نشوفوا كي حاله كيما هكذا، هنا لازم الام ولا الاب يتجه لطبيب الاسنان، لانه عندنا حلول كيما هنا راهي تظهر الاسنان دائما، معناتها راهو في 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، هنا يمكن ان نضع واقي ولا حامي الاسنان اللي يعاون الطفل ولا يساعده انه ما يخليهش يحك اسنانه في الليل. هذا واقي الاسنان سي لا غوتيير اللي احنا نسميوها، هي تستعمل من ماده لاغيزين، الماده اللي نخدموا بها هذه لا غوتيير، قادره تكون مول فليكسيبل ولا مارينا، قادره تكون دور، قادره تكون ميكس بين لينه و نعم وصلت. للاسف الشديد وصلنا لنهايه هذه الفقره، خلينا ندخلوا لها حيز صغير الاوسع الاسبوع المقبل. واش رايك راويه؟ ان شاء الله نستفادوا من الحضور تاعك. باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا الشكر لك. شكرا على كل هالتوضيحات، يعني تقدمي المعلومه بطريقه مبسطه اكثر من رائعه. الحمد لله. يعطيك الصحه. شكرا لك راويه.